تواصل عناصر القوات المسلحة والشرطة تنفيذ ضرباتها الأمنية ضد الأوكار والبوار الإجرامية التي تتمركز بها العناصر التكفيرية المسلحة والمطلوبون جنائيا في 20 قرية وعدد من المناطق الصحراوية بشمال سيناء. واصلت عناصر القوات المسلحة والشرطة تنفيذ ضرباتها الأمنية الناجحة ضد الأوكار والبؤر الإجرامية والتي تتمركز بها العناصر التكفيرية المسلحة والمهربين والمطلوبين جنائيا في 20 قرية وعدد من المناطق الصحراوية بشمال سيناء. وخلال الأيام القليلة الماضية أسفرت العمليات الأمنية الناجحة لعناصر الجيش الثاني الميداني وحرس الحدود والمدعومة بغطاء جوي من الطائرات وتشكيلات من الأمن المركزي عن القبض على 76 من العناصر الإرهابية والمسلحة والخارجين عن القانون وضبط بندقيتين آليتين وبندقية قناصة وقاذف RPG و11 دانة مضادة للدروع و39 قنبلة يدوية وثلاثة رشاشات متعددة وصاروخين جراد وكمية كبيرة من الذخائر وشكارتين مملوءتين بمادة TNT شديدة الانفجار بالإضافة إلى 800 مفجر وعدد من دوائر النسف والتدمير. كما أسفرت المداهمات عن ضبط 34 بيارة وقود للتهريب عبر الأنفاق وبتكثيف الكمائن والإجراءات الأمنية ونقاط التفتيش على الطرق الرئيسية ومحاور التحرك بمدن وقرى محافظات الإسماعيلية والشرقية وبورسعيد. تمكنت الحملات الأمنية المشتركة لعناصر القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية من القبض على 255 من العناصر المسلحة، كما تم ضبط 14 بندقية آلية و24 بندقية خرطوش وكمية كبيرة من الذخائر، بالإضافة إلى ضبط 29 موتوسيكل و30 عربة غير مرخصة.